أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. دكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، أهلا بحضرتك. اشرح لنا هذه الآية الكريمة. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. كل اللي ربنا عز وجل بيجيبه خير. أيوه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. العلماء لما شرحوا كلمة حسنة في الدنيا رجعونا للآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فهنا بيردوا على اللي قال إن للذين أحسنوا في هذه الحياة الدنيا حسنة، إن مش الجنة، ان هو في الدنيا لسه ما راحش الاخره، ففصلوا بين الدنيا والاخره. الحسنه هنا اللي هي ايه؟ اللي هي الراحه، اللي هي السعاده، اللي هي ربنا يلهمك العمل الصالح عشان تضمن بيه دخول الجنه. العمل الصالح الهام، ده رزق من عند ربنا. ما تفكرش ان مجدع منك. كم واحد بتفرج علينا دلوقتي؟ كتير. طب كم واحد هيتصل؟ برضو كتير. طب كم واحد هينفذ؟ لا مش كتير. اللي ربنا عز وجل هيديله الحسنة. أيوة. خلاص، في حالة بتتعرض، الحالة دي بينه وبين ربنا عمار شديد، دعوتها مستجابة. خلاص، فمين اللي هياخد الدعوة ديت؟ مش كل المشاهدين. أيوة. معايا؟ اللي ربنا هيرزقه. كم واحد بيسمع الأذان؟ رغم ان احنا في مصر الاذان موجود في كل مكان. ساعة ما الاذان بيأذن حتى تلاقي بين كل جامع وجامع دقيقة نص دقيقة، فبيبقى متصل. أيوة. وميكروفونات فكله المفروض يسمع الايه. كم واحد سمع الاذان؟ مش كتير برضه. في ناس ما سمعتوش لانه ما رزقش سماع الاذان. طب اللي سمع الاذان كم واحد فيهم نفذ وصلى؟ قليل. عشان كده لما نيجي نتكلم على الناس اللي بترزق الحسنة هنلاقيهم قليل. أيوة. ولما نيجي نتكلم على الناس اللي بتشكر ربنا هنلاقيهم قليل، وقليل من عبادي الشكور. خلاص. فعشان كده ربنا طلب من سيدنا داود، تمام، ان هو يعمل عمل يشكر به الله على النعمة اللي هو فيها. اعماله، ما قالش شكر داود شكرا. اول مرة ناخد بالنا ان الشكر عمل. صحيح. ايه يعني انا هعمل شكر ازاي؟ لا، انت هتشكر ربنا على ايه؟ على نعمة العلم لازم انت تتصدق بجزء من علمك للناس. على نعمة المال لازم انت تخرج من مالك. على نعمة الولد انك تربي الناس زي ما ربيت ابنك. على نعمة كده كل حاجة، البيت يبقى تساهم ببيت او بشكل تساهم في بيت. كده فربنا عايز الشكر يبقى عمل مش كلام. ايوه. حتى يقول لنا كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ما لا تفعلون، احنا بنقول لكن الفعل ايه؟ لا ضعيف. احنا بنتعاطف بس التنفيذ ايه؟ لا ضعيف. أيوة. وصلت؟ ففي حالات بتسقط مننا كتير. ليه بقى؟ لان الناس ما رزقتش حسنة المساعدة. فمساعدتك، مساعدتك للفقير حسنة. طبعا. حسنة ليك انت. ليه بقى؟ لان هو ربنا عز وجل لما رزقك جعل في الرزق بتاعك حق له. فانت بتسد دينك اللي عليك انت للفقير. ايوه. اوعى تفكر انت بتتفضل عليه، بالعكس، ده انت تحمد ربنا ان الفقير قبل ياخد منك. قبل ياخد حقه منك. ما هو ممكن يقول لك انا خلاص انا هاخد حقي منك بس يوم القيامه. كلمه تقتل. انما انا بسهلها لك، بقرب لك الحاله. اهو واحد اهو قبل ياخد منك. ايوه. خلاص، واحد موثوق فيه مدروس. حاله اهي، ارمله اهي، او فقيره اهوت او محطه ما عايزين نعملها او مسجد عايز يتصب، ده حق ربنا اللي معاك اللي اداهولك. معايا؟ فما تسوفش وما تجادلش، نفذ. ليه بقى؟ لانك لو ما نفذتش هو هيجي يوم القيامه يقول له فلان وفلان شافوك ورفضوا يساعدوك ربنا يوم القيامه. عشان كده العتاب الكبير، عبد استطعمتك فلم تطعمني، استقرضتك فلم تقرضني، استسقيتك فلم تسقني، وهكذا نقيس ايه؟ نقيس عليها بقيه الاحتياجات بتاعه الناس. قربنا لك المسافه وحطينا لك رقم سهل تتصل عليه، 19038. خلاص؟ معايا؟ عشان تطلب
مين اللي محتاج ان انا اديله حقه اللي عندي معايا؟ شفت بقى الايمان؟ احنا بنتكلم في الايه ده عن ناس اسمهم المتقين. ايوه ملاحظه؟ بيتكلم عن الايه؟ المتقين، اهل التقوى. مش المسلمين، ما هو معظم الناس مسلمه مش مؤمنه. ومعظم المؤمنين مش اتقياء. ده هي تدرج كده لغايه ما توصل لدرجه التقوى وتتفاجئ ان هم الله ده كمان بيحسنوا. انت عشان تحسن انت دخلت درجه التقوى. ايوه. والاحسان المتقين بيبقى بسخاء بلا حدود. معايا؟ مش 50 جنيه ولا 100 جنيه وكده، معاه مثلا 100,000 يقوم مطلع 50 جنيه. لا. معايا؟ في ناس تدي 10 جنيه 5 جنيه، هي ظروفها كده، امكانياتها كده. معايا؟ ده بياخد ثواب كبير. فلما نتكلم على المتقين ونقول لهم ان هم كانوا بيحسنوا ولهم حسنه في الدنيا، امال لو اتكلمنا بقى على الابرار. ايوه. وصلت؟ ولا احنا مش طمعانين نتدرج لاعلى؟ معايا؟ المسلم ده ما هو خطر. معايا؟ فعشان كده اتصل الوقت على 19038. في الجمعيه بقى هيقول لك حق الناس، مين اللي حق عندك؟ خلاص؟ مين اللي حق عندك في الصدقه؟ مين اللي حق عندك في الزكاه؟ مين مين مين؟ ويدلك عايز تاخد الناس انت وتروح لهم بنفسك، يلا. عايز ان انت تثق في الجمعيه وتبعت، يلا. معايا؟ المهم ان في الاول وفي الاخر خرج حق الناس اللي في رقبتك. الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه. ومن الحاجات الكويسه انك برضو تشوف بعينك وتطمن يعني انت احسنت فين وفلوسك راحت فين وساعدت مين ونقلت مين من حال الى حال. ان انا اخرج حد من حال كرب لحال سرور، دي حاجه رهيبه. انه ندخل السرور على قلوب الناس باننا ننقل حالهم ونحسن منه، ده حاجه جميله قوي. خلونا نشوف تقرير عن تحسين حاله حد وكان ايه وبقى ايه. واتحرك بيتي ومن فوق تحت دقت البهايم ومن فوق البيت اوضه في السرير، كلت السرير النار وكلت الدنيا. انا بشكر جمعيه البر والتقوى وربنا يخليهم لينا يا رب ويعفي عنهم. ساهموا في كل حاجه، دبوها لنا اوضه اتحركت، اوضتي محروقه، ما يعني ربنا اللي يعلم بالحال، دبوا لنا جهاز فيها ودبوا لنا كل حاجه فيها. والله الاوضه اتحرقت ما بقيتش فيها ولا غير الحيطان، يعني ربنا يخليكم لينا يا رب ويعفي عنكم، يعني عدلوها لنا وسقفوها لنا الحمد لله يا رب، يخليهم لينا يا رب. اللهم يا ربنا يخليهم لينا، عملنا باب وكانوا في بيبان ولا شبابيك، وربنا يخليهم لينا يا رب، وبنى الحيطان وزبقوا لنا الاوضه، ما فيش يعني الحمد لله ربنا يخليهم لينا، ما فيش خوف من الشتاء ولا من يعني ربنا يخليهم لينا والحمد لله. جابوا لنا ثلاجه الحمد لله حلوه وغساله، ربنا يخليهم لينا يا رب وبتداد. أنا كنت قاعدة وقال يا رب فردها من عندك لما الأوضة اتحرقت، ولحد ما ذاك يعني دمعية البر والتقوى لما يا رب عملوها لنا، ربنا يخليهم لينا يا رب، عدلنا الأوضة وحطوا لنا البيبان وسقفوها لنا يا رب ودبوا لنا الأجهزة. دمعية البر والتقوى ربنا يخليكم للغلابة يا رب والمحتلين. قصتها كانت إيه السيدة دي؟ دي حلاوتهم. دي كان بيتها اتحرق، وطبعا كان المواشي تحت وكده كله مات، والبيت اتدمر خالص. يعني هي ما كانتش محتاجه؟ لا كانت مسطوله. بس ده بقى اسمه تقلب الحال او تبدل الحال او مصايب القدر زي ما بيقولوا. فهي طبعا رساله وصلتنا من الجيران، هي ما تعرفناش ولا اتعاملت معانا قبل كده. فلما رحنا شفنا الوضع صعب قوي. ودايما الفلاحين عموما لما الجاموسه عنده او البقره بتموت بيبقى حياته اتدمرت، لان هو بيعتمد عليها اعتماد كلي، بتصرف عليه وبياكل منها وعنده امل، بتخلف، بيبيع، بيجوز، ربنا جعلها له سبب يعني. طبعا احنا ما قدرناش ان احنا نعوض ببقره او كلام من ده، لكن قدرنا ان احنا بفضل الله وبفضل تبرعات الناس ان احنا نرجع البيت تاني. ما جبناش فرش سرير ولا كلام من ده، بس كويس سترنا، يعني الوضع كان صعب قوي زي ما شفنا قبل وبعد.
الحالة اللي عايز يبعت سراير يبعت. ما هو دي بقول بقى للناس هي ما خلصتش، بس احنا بنساعد على قد اللي جه. فبنقول اهل الخير اللي شايفوها دلوقتي وعايزين يكملوا اهلا بيكم، يلا ابعتوا لنا سرير، ابعتوا لنا اي حاجه من عندك بحيث ان احنا نكمل البيت. لان طبعا احنا هنعرض حاله تانية دلوقتي، حاله صعبه جدا، بس مش كل الحالات بنكملها بنخلصها يعني. ده بتبقى بقى حسب ايه رزق ربنا اللي جاي. تمام. فربنا يجزيكم خير ويبارك فيكم يا رب، ويجعل اللي انتوا بتعملوه في زمن حسن. وايه بوتاجاز وثلاجه وغساله. طبعا البيت اتعمل، البيت اتعمل واتبيض واتبيض واتسقف واتسقف وكده بقى 100 100. هي مبسوطه جدا كده، عارفه كده انت عملت لها قصر. فاهمه؟ ما بصوا يعني لازم نرحم عزيز قوم ذل. هي ما كانتش مصدقه اللي هي وصلت له، لان كل شيء انتهى عندها فجاه كده بلا اي مقدمات. البر والطاقه وصلت، وده بقى من ايه مسببات القدر بقى، ان ربنا عز وجل يحطك في طريق حد هو ما يعرفكش ولا تواصل معاك ولا حتى عارف ولا حد قال له عليك حاجه. ايوه. فربنا يجزيكوا خير ويبارك فيكوا يا رب. ولذلك انا بقول لكل مشاهدينا الكرام اللي هم احباب البر والطاقه، خليكوا في ظهرنا، لان احنا مطلوب مننا كتير. احنا بنجهز دلوقتي القافله كبيره ان شاء الله هتطلع اخر الشهر دوت. تمام. اللي هتبقى كفر الشيخ، دمياط، الدقهليه. فأرجو من أهل الخير الهمة، عايزين الحفة، عايزين كراتين غذائية، دي الأساس بتاعنا دلوقتي. فهمتكم معانا شوية على أساس إن احنا نفرح أكبر قدر ممكن من الناس، اللي جايز هي دي اللي تكون سبب في تفريج القرب عننا، في زوال الهم عننا، إن احنا ربنا يرضى عنا بيها. فربنا يجزيكم خير. احنا متعودين منكم دايما إن انتوا بتتواصلوا معانا، فأنا بقول للحبايب يلا اتصل على 19038، وحتى لو مش هتساعد ادعي لنا دعوه. يعني ان شاء الله الناس تساعد والناس تعرف بس ان الحالات دي حقيقيه، يعني ليها ملفات متاكدين منها، متاكدين ان ما فيهاش اي نوع من انواع انه مجامله، يعني ما تجيبوا دي بدل دي، ما تدخلوا دي الاول، ما فيش الكلام ده، ما حدش يعرف حد. يعني فكرة ان انت اصلا قلقانة، اصلا ده بقى ده شيطان، يعني ده وسوسة، اصلا قلقانة، اصلا مش عايز ادفع، اصلا بخاف، اصلا خدي الفلوس انت، ومش فيش الكلام ده. يعني قلقانة خلاص احنا بنصور واحنا بنحط الحالات، وفي رقابة يعني من وزارة التضامن الاجتماعي، والناس شغالين على الارض بقالهم سنين. داخلين في كام سنة؟ احنا من 2007. 2007 ده كتير قوي. كتير. 15 سنة ولا أكتر؟ أكتر. لا أكتر. 18 سنة. فا لا يعني إحنا كلنا بنساعد وبنساهم باللي نقدر عليه، مش بنقوله خلاص وملناش دعوة، لا. وناس محل ثقة نحسبهم على خير. خلينا نروح نشوف حالة بقى في احتياج شديد دلوقتي، ونشوف نقدر نقدم لها إيه. انتوا شفتوا كده الحاله، الاوضه من غير سقف، والمطره لما بتيجي بتبهدلنا خالص، وتنزل على العيال، مفيش فرش في الارض، ومفيش سرير يناموا عليه، ولا في غطاء يتغطوا بيه. وفي الصيف زي ما انتوا شايفين كده، ولا مروحه ولا سقف، والشمس واكلانا، والدنيا حر يعني. ولا في الشتاء عارفين ننام، ولا في الصيف عارفين ننام. ساعات بنقعد على السلم عشان خاطر ما الدنيا حر. مش عارفه اكل عيالي، مش لاقيه شغل، مش لاقيه اربع حيطان يدارونا، ولا في مكان قاعد عيالي فيه كويس. والحيطان زي ما انتم شايفين بيتخش علينا فرام بالليل، بيخش علينا عرس، والحاجات وحشه بتخش علينا بالليل، مفيش لمبه. نفسي بس في مكان يلمينا انا وعيالي، حتى لو اوضه انام عيالي عليها كويسه ونظيفه. اكل نفسي في حته حاجه اكل منها عيالي، حته مشروع ولا حاجه. اتبهدلت جدا، انا لما بنزل قدام الجامعه ولا حاجه ممكن الاقي واحده تبهدلني،
وتشتمني وتقول لي يلا امشي. انا بس نفسي بس عيالي يكملوا تعليمهم. بنتي في ثالثه اعدادي ما راحتش مدرسه، وده في ثالثه ابتدائي ما راحش برضه، ولا دي راحت حضانه وما لهاش شهاده، ولا ده له شهاده اخر. ظروفي وحش، ما عنديش حاجه اكون بيها عيش، ومريضه، عندي جلطه على القلب، ده حقيقه. اربع حيطان يضرونا بس، وحاجه اكل بيها الاربع عيال دول، بنتين دول والولدين. والله يا جماعه انا بحارب فعلا عشان خاطر انا نفسي اكل عيالي بالحلال، مش عايزه اعمل اي حاجه حرام. بحارب في الدنيا والدنيا بتحارب فيا، ومش لاقي حد يقف جنبي. فيا اهل الخير الله يبارك لكم، اقفوا جنبي. ده العيال صغيرين خالص وقاعدين في الطل كده. عندها كم عيل؟ هي اربع اولاد. الكبيره في ثالثه اعدادي ما بتسرحش عشان لا جابت لبس ولا عارفه تروح ولا تيجي. اولا دول جوز الست ديت اسمها دعاء، جوزها هاجرها، ساب العيال ومشى. الجيران عطفوا عليهم، كانوا نايمين في الشارع لان كانوا ساكنين ايجار ما دفعوش، الناس خرجوهم. الجيران مطلعينهم في اوضه على السطوح، دي ده سكنه، لا دورة مية ولا سقف ولا فرش ولا حاجة خالص. الحالة ديت ناس هتسأل أكيد دي بقى من الصعيد المنسي، لا لا دي من الجيزة، محافظة الجيزة، منشأة القناطر. ماشي. الأولاد دول ما بروحوش المدارس، تالتة إعدادي، تالتة ابتدائي، حضانة، وطفل صغير. ليه ما بيروحوش؟ مفيش مفيش شغل، مفيش اكل، مفيش اي حاجه خالص. لا ولا تعرف تشتغل لانه ده الواد رضيع، العيال دي هتسيبهم في الشارع كده هيضيعوا. فطبعا قصه الهاجر والكلام من ده كتير، الله يسامح جوزها. لا كتير، انا بشوفها كتير قوي، كتير منتشر. بيطفشوا، يصحوا من النوم يروح يتجوز واحده، يخلف قرطه عيله ويسيبهم ويمشي. فطبعا الاطفال ديت بقوا في رقبتنا دلوقتي معايا، يا اما ينحرفوا وهنتسأل احنا كمان زي جوزها بالظبط، يا اما نقف معاهم ونساعدهم. طب مطلوب لها ايه؟ احنا عايزين نأجر لها شقه خلاص، لان العيال كتير مش هينفع يقعدوا في الاوضه دي، ومش هينفع نعمل دوره ميه في الاوضه دي. وبعدين الناس مقعدينها كده معايا، فلازم نأجر لها شقه. ولازم العيال اللي ترجع المدرسه حد يكفل الاسره دي خلاص، عشان يصرف عليهم ويرجع. البنت تالتة اسمها أسرة ايه؟ أسرة دعاء. أسرة دعاء. حد يعني لو اتصلوا يقولوا احنا عايزين نكفل أسرة دعاء. أسرة دعاء. انت حضرتك تقدر من القناطر توصلهم مثلا ببطاقتها، لو عايز يدفع لها هو يدفع لها، لو عايز يدفع لك انت وتعمل لها وتأجروا لها شقة طبعا بفرشها. طب انتوا تقدروا تأمنوا الشقة قد ايه؟ احنا ما نعرفش لسه، المتبرعين هيقولوا يعني تقدروا تأمنوا لها الشقة. يعني ممكن مثلا ندفع لها سنة عشان ما بس ده حسب المتبرعين برضو معي. يعني هو احنا في الأساس لازم نشوف أي وسيلة تشتغل. لازم ما هو اللي هيكفلها يكفلها قد ايه يعني معي. سوبر ماركت صغير، أي حاجة، بضاعة تبيعها، المهم ندخلها سوق العمل. تمام، بأي شكل. فدي حالة هدية من جمعية البر والتقوى من الجيزة المرة دي، بقت في رقبتكم معايا عشان محدش يقول ما شفناش، لأ انتوا شفتوا. أنا في انتظار إن الناس تتصل وتقول أنا عايز الحالة دي، عايزة آخد الحالة دي وتساعدها، لأنه دول أطفال صغيرين ممكن يضيعوا، وممكن إحنا نساعد في إن الولاد دي ربنا يحفظهم لغاية ما يوصلوا لبر الأمان. ودول في إعداد الأيتام. ايوه طبعا، بل اشد معايا. يعني اليتيم بيصرف الوقت معاش، امه ارمله بتاخد معاش، دول لا مالهمش حاجه خالص، لان لا هم عارفه تثبت ان هي مهجوره ولا العيال ايتام يعني متعلقين. فارجو من اهل الخير الحقوا الاسره دي قبل ما نزعل يوم القيامه. ربنا يتقبل من الجميع. شكرا جزيلا دكتور عماد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى المصريه. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.